خلينا نروح للتحكيم. التحكيم ما كانش سهل النهارده، خروج مدرب بكارت احمر يعني كتير ما بنشوفهاش، ربما تكون من الحاجات القليله جدا. معانا الحكم الدولي السابق سمير عثمان، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وكل الناس طبعا. بيقولك يا استاذه، انا هقول لك المره دي مساء النور يا كابتن شفكي. انا كابتن شفكي رسمي كده. ايوه خلاص، مساء النور يا كابتن ميمي. يعني وكابتن ميمي انا والنبي انا كمان كابتن. انتوا احلى كباتن الحمد لله، والف مبروك الف مبروك لمصر. الف مبروك، فرحانين كلنا. لا وبص بص يا كابتن، احنا استوديو تحليلي نسائي بس احنا قدها برضه. لا بس احنا قاعدين، خلي بالك اول عملنا اللي علينا بالظبط. عارفه انتوا عملتوا ايه؟ وشنا حلو ولا لا؟ انا حاسه وحاجه ثانيه ودعيتوا اكيد الدعوات دي كلها بتاعت كل يا رب. انا عايزه اقول لك انه ميمي جمال قعدت تدعي دعاء في كل الفواصل اللي بناخدها على اعصابنا، واقول يا رب النهارده انا اول يعني اجي النهارده ويبقى على وشي يا رب يا رب يحصل حاجه حلوه. لا اكيد كانت هتبقى حلوه الحمد لله. طيب انا هاخدك بقى يا كابتن للحكم، يعني الحكم جسامه الحقيقه. يعني الاول الناس كانت بتقول ايه الراجل ده كان سبب من الاسباب اللي احنا رحنا بيها كاس العالم، كان معقول. بس النهارده برضو لا، الحظ برضو ما كانش. ولحظه خروج والكارت الاحمر الخاص بكيروش برضه غريب، الصورة كده علق لنا عليها. بصي أنا هقول لحضرتك حاجة، طبعًا أنا حكمت دولي 15 سنة ولعبت كل في بطولات العالم. النهاردة ده للأسف للأسف موجه، أوكي؟ جاي متارجت للأسف المنتخب المصري، عاوز بيلعب على طول طول عمر بكاري بيلعب هوم تيم. يعني إيه هوم تيم؟ يعني مع صاحبة الأرض، تمام؟ تمام. النهاردة أما أنا الحكم معايا القانون، ما ينفعش خالص أبرق كده وأزعق وأشخط في الناس، شخط فوق الجمعة بطريقة رهيبة، شفتي بيعامل كيروش إزاي؟ بالزبط. حتى لو كيروش أخطأ. باينة جدا، الصورة باينة قوي. أما باينة طبعًا، عارفة أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا كحكم كرة أحس بالحاجات اللي بيعملها، النهاردة عمل كوكتيل فاولات مش موجود، مش موجود. فأنا بصراحة يعني كنت أتمنى طبعًا الاتحاد المصري. طب هل أنا أقدر أقول الجملة دي إنه يعني إنه جسامة حزم الماتش بلغة الكورة؟ أنت كده بتاعة كورة، برافو عليكي. هو مش أنا بصراحة يعني الفريق بتاعي بس تمام. هم بتوع كورة، برافو عليهم. بتوع كورة جدًا. عارفة أما يحزم الماتش بحاجات أنت مش ملموسة بس تأذي في الآخر، تمام؟ إنذارات ممكن تديها لي ده النهاردة محمد صلاح اتضرب مرتين ولازم إنذار، ما حسبش. ده في كورة محمد صلاح اتقلب على الأرض أصلًا وهو ما بصلهاش خالص يعني. ولا مهتم، هو جاي والله متارجت حاجه معينه اللي هي الهوم تيم، بس في الهوم تيم بس في الاخر وربنا نصرنا. النهارده اللعيبه بتوعنا رجاله، بس من الناحيه التحكيميه ودي على مسؤوليتي، أسوأ مستوى تحكيم حضرتك النهارده تشوفيه. تخيلي بكاري ده لعب في البطوله دي ماتشين، الماتشين عمل فيهم كوارث، ماتش مصر ونيجيريا كان لينا ضرب الجزاء في بدايه البطوله، والماتش الثاني كان مالي وغينيا الاستوائيه، مالي كان ليها ركله جزاء وبرده ما حسبهاش. بالظبط. في الاخر تكرميه في مباراه زي دي صعبه جدا، احنا النهارده انتصرنا على بكاري ثم الحكم. طب انا هقول لك حاجه سريعه قبل ما اقفل. اتفضل. فاكره اخر ركله ترجيح اللي اتشاطت وطلعت بره؟ ايوه. هو هنا المفروض يصفر ما يستناش الفي اي ار. ليه؟ عشان الكره طلعت بره. صحيح، هو استنى بالظبط. عارفه دي بيستنى امتى؟ لو ابو جبل صدها احنا نرجع نقول هو طلع بره الخط ولا لا، بس دي طلعت بره ما تستناش اصلا. في النهايه عشان ما اطولش عليكي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله تجيبي كابتن ميمي معاكي في ماتش الفاينل. لازم نيجي الفاينل هنا. ربنا بيحبنا وقف معانا جدا. الحمد لله الحمد لله يا رب. عشان تعبوا. الحمد لله. الحكم الدولي السابق كابتن سمير عثمان، بشكرك شكرا جزيلا.